الآن راح نقوم بفتح الغطاء من الداخل. مساء الخير على الجميع، نرحب بكم في قناتي سما لابيولوجيست. فيديو اليوم إن شاء الله راح يكون عملي بحتة، راح نتعرفوا فيه على جهاز مهم جدا في المختبرات الطبية، وهذا الجهاز هو جهاز الطرد المركزي لا سنتريفيجوز. أولا راح نتعرفوا على الجهاز من شكله الخارجي ومبدأ عمله وبعض الاحتياطات الواجب اتخاذها في عملية الطرد المركزي، ومع ذكر أنواعه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة والسلام على شفيع الأمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا جهاز الطرد المركزي هو جهاز يستعمل لفصل المواد عن بعضها، مثلا لفصل السوائل عن المكونات الغير ذائبة، معتمدا في ذلك على قوة الطرد المركزية الناتجة عن الحركة الدائرية التي يدور فيها، وهي عبارة عن آلة يتم فيها فصل الجزيئات من المحلول تبعا للشكل والكثافة ولزوجة الوسط وسرعة الدوران. أما في الوسط الطبي فتستخدم أجهزة الطرد المركزي بشكل أساسي في المختبرات لإعداد العينات للتحليل، ويستعمل هذا الجهاز في المختبرات الطبية في فصل مكونات الدم عن بعضها البعض، الخلايا العالقة بالبول، الخلايا الطلائية وخلايا الدم والطفيليات، لبعض المواد والأحياء العالقة بالماء كالطحالب وبعض الكائنات الحية الدقيقة. أولا نعرف باللي الدم مكون من سائل يحتوي على خلايا، والخلايا هي عبارة عن كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء وصفائح دموية. أما السائل اللي تسبح فيه هذه الخلايا فهو إما بلازما أو سيروم، وفي هذه الحالة راح نسمي السائل بالخليط. كلمة خليط تعني أنه سائل يحتوي على أجزاء غير ذائبة، وبالتالي نقدر نفصل الجزء السائل عن الأجزاء الغير مذابة الموجودة بداخله، سواء كان هذا بالنسبة للدم أو البول. وقبل ما نقوم بعملية الطرد المركزي، العملية اللي تسبقها هي عملية سحب الدم ووضع الخليط المراد فصل مكوناته في أنابيب اختبار، وهذه الأنابيب هي أنابيب خاصة تحتوي على مواد مانعة للتجلط، وكمية هذه الأخيرة تختلف من نوع أنبوب إلى آخر. طبعا هنا نلاحظ ألوان مختلفة وأحجام مختلفة. وفي حالة فصل الدم راح يكون عندنا حالتين، إذا أردنا التحصل على بلازما راح نقوم بفصل الخليط الموجود في أنبوبة تحتوي على مادة مانعة للتخثر. كما راكم تلاحظوا هنايا عندنا مجموعة من الأنابيب، هذه الأنابيب راح نستخدموهم في التحاليل الطبية، وهذه الأنابيب يحتوي على مادة مانعة للتجلط أو التخثر، كما راكم تلاحظوا فيها تكون في الأسفل. في هذه الحالة إذا درنا الدم في الأنبوب الذي يحتوي على الانتيكواغولون راح نتحصلوا على بلازما بعد عملية الطرد المركزي. أما إذا أردنا الحصول على سيروم راح نقوم بفصل الخليط الموجود في أنبوبة فارغة لا تحتوي على أي مادة، راح نديروه في تيوب كما هذا، تيوب ساك لا يحتوي على أي مادة، وراح نقوم بعملية الطرد المركزي في الجهاز وراح نتحصلوا على السيروم. والآن بعد ما وجدنا الخليط اللي رايحين نديروا له عملية الفصل، سواء إذا أردنا تحصل على بلازما أو سيروم، قبل ما نوضعه في جهاز الطرد المركزي لعملية الفصل راح نتعرفوا على الجهاز عن كثب. أولا كما راكم تلاحظوا لا سنتريفيجوز أو جهاز الطرد المركزي هو جهاز بسيط، وهذا هو المظهر الخارجي له. لا سنتريفيجوز دو باياس ان اف 200 هو جهاز ممتاز في فصل لا سيباراسيون دي زيشانتيو سانغين، وايضا في لا سيديمونتاسيون دي بارتيكول اورينار. عندنا لا فيتيس ماكسيمال تلحق حتى ل 5000 تور بار مينوت، الوزن الجاف من 11 حتى ل 12 كيلوغرام. والان راح نقوم بفتح الغطاء من الداخل. حيث نلاحظ أنه يحتوي على قرص دوار على محور ثابت، هذا هو، ويحتوي على أماكن فارغة
اللي تقدر تفوت فيها الانابيب، هذا هما الاماكن الفارغه. فار اكزامبل يوتيوب راح يفوتوا هنايا، فار اكزامبل يوتيوب هذا راح يفوت هكذا، والانابيب هذو رايحين يكونوا يحتوي على الخليط المراد فصله. اما بالنسبه لهذه الواجهه الاماميه فهي تتكون هنايا عندنا قفل الفتح او بدء عمليه الطرد اللي هو ستار، عندنا هنايا قفل التوقف ستوب، وهنايا هذا القفل رايحين نضغط عليه حيث انها الجهاز يتفتح هكذا. وهنايا هذا القفل راح يتوقف المدة زمنية فقط. وهنا كما راكم تلاحظوا عندنا في هذه الشاشة الكبيرة هنايا تمثل عدد الدورات، والوحدة تاعها هي RPM روتور بار مينوت. وعندنا الشاشة اللي أقل منها المدة الزمنية، الوحدة تاعها مينوت. هنا بار اكزامبل بعد ما ضغطنا على ستوب، اصلا في البدايه كي تكون راح دير يوتيوب راح ديريكتومون تجيك عند ستوب، راح تكليكي هنايا ار بي ام راح تحدد عدد الدورات. هنايا عندنا انا ريم دايرينها على 4000، هنايا تحب تزيد او تحب تنقص على حساب للتحليل اللي راك راح تقوم به. وهنايا عند الصفر ايضا نضغطو هنايا راح تجيك دقيقتان، تحب تزيد تحب تنقص على حسب التحليل. وبالتالي لازم نكون نعرف كل عينه وعدد الدورات والمده الزمنيه اللازمه لها، وهذه راح نلقاوها في لافيش تكنيك، ولافيش تكنيك تجينا مع كل بارامتر. والان راح نشوفوا طريقه العمل. اول حاجه لازم نديروا توازن بين الانابيب، ونضع كل انبوبه مقابله للاخرى، ونديروا بيناتهم توازن بوضع كميات متساويه من الخليط وعلى نفس المستوى. فار اكزامبل هنايا عندنا هادو لي زيشانتيون دو، كما راكم تلاحظوا هنايا راهم في نفس المستوى، يعني نقدروا نديروا وحده هنايا ونديروا وحده هنايا، يعني لازم يكون توازن، يعني نوضعوهم على نفس المستوى ويكونوا يحتوي على الخليط ايضا متساوي، كميه متساويه. اما في حاله ما اذا كان عندنا انبوبه واحده راح ندير لها المقابل كميه من الماء كما راكم تلاحظوا، ونوضعها بالمقابل، وهكذا راح يكون توازن كيكون كما تكون عينه واحده. اما كيكونوا عينتين راح يكونوا متقابلين ويكونوا لازم في نفس المستوى. اما اذا بار اكزومبل في حاله ما اذا جاتنا عينه بار اكزومبل كونتيتي 1 سي سي في التيوب الاول و 2 سي سي في التيوب الثاني، راح نديروا للاول نديروا توازن ايكليبر مع تيوب فيه الماء ب 1 سي سي، والاخر نديروه مع تيوب فيه الماء ثاني بدو سيسي. يعني المهم راح نوصل لكم الفكره باللي لازم نديروا التوازن، سواء كانت عندنا عينه او اثنين او ثلاث، يا اما نديروهم توازن مع بعضهم يا اما نديروهم توازن وانبوب يحتوي على الماء. هذه الامور قد تبدو بسيطه وعاديه، ولكنها مهمه لانها تؤثر على حساسيه الجهاز وقادره ايضا تاثر على العينه. وأيضا عند الانتهاء من عملية الطرد المركزي يحتاج الجهاز لدقيقة أو أكثر حتى يتوقف تماما، يعني لازم تخليه حتى يتوقف وحده، ما تفرصيهش وتفتحه بأي وسيلة أخرى باسكو قادر يكون خطر على لابورونتا أو البيولوجيست. مثلا هنايا راح نوضعوا التيوب هنايا
نورمالمون راه انا دايرين لي كيليبر مع لي دوتيوب، وراح نديرو هنايا هذا اون فاس ليه، وراح نقومو بغلق الجهاز، وراح نحدو السرعات. هنايا عندنا 4000 دورة راح نديرو في دقيقة باش نوصلكم الفكرة فقط. وراح نديرو ستار، والان راح يبدا الدوران. يعني نلاحظوا بلي ما كانش الصوت في البداية، ولكنه بشوية بشوية بدا يطلع الصوت. والان بعد مرور دقيقة راح نلاحظوا توقف عملية الفصل تدريجيا بنقص السرعة بالتدرج، ولكن مش راح يتوقف تماما، يعني راح نعطوه مدة زمنية حتى يتوقف تماما. وبعد سماع هذا الصوت، اي بعد مرور اكثر من دقيقة، نلاحظوا باللي توقف الجهاز عن الدوران نهائيا. في هذه الحالة نقدر نخرجوا اليوتيوب تاوعنا بطريقة امنة بالنسبة للمستخدم. والان راحين نخرجوا اليوتيوب بعد عملية الفصل كما راكم تلاحظوا هنايا البلازما وحدها وباقي الخليط. اذا بعد عملية الطرد المركزي وبعد فصل المكونات نتجنب تماما رج الانبوب او قلبه، لانك راح تولي تعاود نفس العملية باش تفصل المكونات مرة اخرى. يعني بعد ما قمنا بعملية الفصل تجنب الرج او الخلط، لانك راح ترجعها للبداية. لازم الأنابيب تتحط بشكل مائل ومتمركزة حول مركز الدوران، بحيث عند بداية عملية الطرد المركزي تبدأ المادة الصلبة تذهب لأبعد مكان في الأنبوب وتتمركز في أسفل الأنبوب، ويبقى السائل في الأعلى. يعني بهذا الشكل، حيث أننا كي ندير الأنبوب تاعنا راح يكون بشكل مائل. وهذه هي العملية الصحيحة للطرد المركزي، حيث أنها المادة الصلبة راح تمركزنا في الأسفل والسائل يبقى في الأعلى. وأيضا كل ما يكون الجهاز حديث كل ما تكون كفاءة الطرد المركزي أحسن، حيث أن الأجهزة الحديثة مبرمجة على أن معدل التسارع يكون بالتدرج،
مثل هذا الجهاز NF200، يعني كل ما نديروا عملية طرد المركزي راح تزيد السرعة بالتدرج. أما بالنسبة للأجهزة القديمة راح مباشرة من الصفر إلى السرعة المطلوبة، وهذا راح يأثرنا على الخليط. بار اكزومبل لو كنكونوا دايرين لو سون راح يتكسرونا الكريات الحمراء، وباش نتفاداو هذا المشكل لازم زيادويا راح نزيدوا السرعات حتى نتحصلوا على السرعة المطلوبة. والآن إليكم البعض من أنواع أجهزة الطرد المركزي. وفي الأخير إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش تديروا لي جيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله.